متابعينا الكرام في كل أنحاء المغرب، أهلاً وسهلاً بكم في قناة أخبار الفجر المغربية من مدينة القنيطرة. وفي الظرفية الاستثنائية اخترنا أن نستقبل أحد جنود معركتنا ضد فيروس كورونا. ضيفنا اليوم غني عن التعريف، هو فاعل جمعوي وميداني متطوع. ضيفنا هو السيد العربي الدوش. مرحبا بك السيد العربي. اهلا وسهلا اخت مريم، شكرا لقناه اخبار الفجر المغربيه، شكرا على الاستضافه. بغينا نعرفوا شكون هو العربي الدوش الملقب ببارو. العربي الدوش بارو هو مواطن مغربي مزداد في مدينه القنيطره، وكبرت وعشت في مدينه القنيطره، تزاديت في العلامه وكبرت وعشت في العلامه لمده 57 سنه. هذه اطار وطني تكمل وزاره الشباب والرياضه، تخصص تعبير المسرح، عضو مكتب مجلس دار الشباب لعدة مكاتب سابقة، عضو مؤسس جمعية أصدقاء الشاعر محمد الطوبي، حاليا رئيس جمعية برج الأقلاق، عضو سابق في جمعية البلدية الثقافي، كذلك حاليا رئيس ديال اتحاد الفضاء الريواني للمجموعة التراثية بمدينة القنيطرة، وآخر مهمة هي منصف عام للجنة المحلية لليقظة والتطوع منطقة العلمة ومنطقة الرابع. هذا هو بارو. نعم. بارو هو لقب جاء من عند الوالد الله يرحمه، أنه كنت صغير وكنت نتحمل المسؤولية، وخاصة من بعد 82 وفاة الوالد كتبان لها راجل كبير وهذا وأنا صغير. نعم. سماتني بارو وبقى لقب بارو. لو ممكن تكلم لنا على لجنة اليقظة وطريقة الاشتغال ديالها والأهداف ديالها. أولا نبداو الأخت مريم بالأهداف ديال لجنة اليقظة. عندها هدف عام كباقي اللجان الوطنية الرسمية اللي دارتها الحكومة ولا الدول المغربية ولا اللجان المجتمع المدني اللي كاينة في ربوع المملكة. هدف عام هو المساهمة في التوعية للمواطنين من خلال المساهمة في محاربة داء كورونا. هذا الهدف العام، وكتفرع عليه مجموعة الأهداف بحال الأهداف الاجتماعية، أنه يمكن اللجنة هذه تدخل في الوضعية الاجتماعية، أنها تساهم مثلا مع أسرة ولا مع شخص ولا مع متشرد ولا مع هذه حالات. كاين حالات أخرى صحية مثلا بالنسبة للناس ديال الأمراض المزمنة، أنهم خصهم يتمكنوا من الأدوية، وحاليا لي ديسبونسير كاين فيهم اللي ما فيهمش الأدوية اللي كانوا كيتسلموها المواطنين. بالتالي هذه اللجنة يمكن تلعب داك الدور الوسطى وكتوفر بعض الأدوية. ثانيا هذا العمل الصحي إلا بغينا نقولوا في علاقات مع صيادلة مع دكاترة، مع كاين دعم ديال بعض الأدوية لي شونتيون وكذا، كيحاول يشهر المأمورية ديال اللجنة. كذلك على مستوى الدعاية والتحسيس أن اللجنة اليقظة ركزت العمل ديالها في المنطقة العلامة لاعتبارات موضوعية وذاتية. الذاتية هي أنه جميع الجمعيات ديال المنطقة العلامة والرابع. ثانيا الموضوعية هو أننا خصنا إلا ما خدمناش دارنا ما يمكنش نخدمو دار الجيران، ما يمكنش أنا مصالحش ولادي ومصلح ولاد الجيران. بالتالي ركزنا العمل ديالنا في الدار ديالنا اللي هي منطقة العلامة والرابع، وخرجنا عند الجيران ديالنا اللي قرابين الأحياء اللي قريبة، حي مريم، حي الوفاء، حي البساتين، مجموعة الأحياء كثيرة اللي مشينا لها في الحملات التحسيسية. كذلك على مستوى الدعاية والإعلام، لأن كانت اللجنة كدير تغطية لجميع الأنشطة للجنة اليقظة المحلية، وبالتالي طورت الأداء ديالها، أنها حاليا كتصور برنامج لقاءات مفتوحة في زمن كورونا أو لمواجهة جائحة كورونا. هذه هي الأهداف ديال اللجنة. بالنسبة للطريقة، هي طريقة منهجية ديال العمل الإيجابي. عمل اللجان انها مفرعه كما قلت لك دابا مجموعه ديال اللجان، بالتالي هذيك اللجان كتشتغل في مدينتها وكل وحده كتشتغل بوحدها وكتنسق مع لجنه اخرى. نعطيك مثال عفوا، مثلا اللجنه الصحيه واللجنه الاجتماعيه، ان حالات المتشردين راه اللجنه الصحيه في ديك العمليه ديال شراء الادويه في الساعات اللي ما كيسمحش للمواطن انه يخرج وكذا، كتصطادم مع شي حاله اجتماعيه ديال شي متشرد، كتنسق مع اللجنه الاجتماعيه وكتم عمليه ديال التنسيق مع الهلال الاحمر والتعاون الوطني والسلطات المحليه،
وكيمكن يدخل داك الشخص لشي مركز ولا شي مواد اللي حاليا موجودين ومتوفرين في المدينه. هذا واحد النماذج باش ندير لك عمل ديال اللجان. وكاين كذلك حلقات وسطيه اللي هي لجنه المنسقين، ان كل لجنه عندها منسق ديالها وكيجتمعوا ما بيناتهم، كل واحد يعطي تقارير ديال لجنته واقتراحات ديال لجنته، كيتصاور واحد البرنامج عام اللي كيتناقش على مستوى اللجنه ككل، اللجنه المحليه اللي قضاء التطوع منطقة العلم والربيع اللي فيها كاع الجمعيات 14 رجمية اللي مخاطب. نعم. هكا كنشتغل. نعم. كوبي. بعروق غنعرفو شنو هما المشاكل اللي كتلقاو مع المواطنين. المشاكل اللي كنلقاو مع المواطنين لحسن الحظ انها ماشي كثيرة بزاف. مشاكل لو نقولوا حالات استثنائية. بحال مثلا كتمشي على حسب التطور ديال الحالة الاجتماعية. انه في البدايه كانوا الناس تي مثلا في الدعايه وشي يوقفونا باش يقول لك اودي حنا ما خدامينش حبسنا ما بقاش عندنا الامكانيات الماديه خصنا ما ناكلو خصنا الكرا كذا كذا، مجموعه المشاكل الاجتماعيه واقتصاديه كنا كنحاولوا من خلال المساهمات الحالات المستعصيه اللي كيبان لك اسره مثلا هي مراهنة على ذاك مثلا الكرا، هي اصلا اسره الريال ديالها على داك الفلوس ديال الشهر من كابيت ولا مثلا واحد الدار سكنيو ساكنين هما السطح مثلا في حالة اجتماعية، كتلقى مرتبطة مع أسرة أخرى اللي كاملة، كان مثلا تيسمى شي مهنة ولا كذا الظروف ديال الحاجة فرضات على كلشي أنه يحبس العمل، بالتالي تيبقى كانت هاد المشكل في البداية، لو اللي جا مشروع ديال الدعم المواطنين وجاب هذاك التسلسل ديال الناس ديال الضمان الاجتماعي تيجيو الناس الدرامي اللي جديد عندهم من 2019 كيجيو الناس القدام كيجيو بالبطاقه الوطنيه، الناس كسبات واحد الثقه على الاقل، ما بقاتش المشاكل قلات، اشنو ولات؟ ولات مشاكل اخرى اللي كيفرضها الواقع اليومي ديال علاقتنا بالمواطنين كلجنه اللياقه المحليه اليقظه والتطوع، لان علاقه يوميه ملي كتفيق الصباح انت عايش في حومه كتحرك حومه، من تنقول حومه تنقول منطقه راه فيها واحد سته ديال سبعه ولا ثمانيه ديال الاحياء، لان حي السلام واحد وسيد السلام جوج والنهضه والنسمه والوحده والحي الجديد وحي الربيع وحي لاله مريم وحي وريضه وحي الفتح، بالتالي كيوليو 10 ديال الاحياء ولا 11 حي، هنا كتكون الخريطه كبيره ديال الشغل ولكن المشكل واحد. الوغ هنا كيمكن هاد العمليات ديال الدعم من واحد الجانب مادي بسيط في امكانيات اعضاء اللجنه، لان الدعم كنا نتشدو مع حتى شي جهه الدعم، كتكون حاله استثنائيه ديال شي دواء ولا مثلا شي كرا ولا هذا، كنتعاونو كاعضاء اللجنه كجمعيات وكنساهمو، كاين اللي كيساهم من المنحه ديالو كاين اللي كيساهم من جيبو الشخصي، المهم الاساس ان الكل يساهم، ديك الحاله كتحل كتجي حاله اخرى عاوتاني نفس العمليه. وهذه من بين الحوايج اللي متوارثينها المغاربه ديال التعاون والتآزر وقت الشده، هذه مسألة إيجابية كنستمروا العلاقات القديمة اللي كانت سائدة، مثلا واحد ما عنده دار ميت دار كارتنا والو ولكن عنده أسرة وعنده مسؤولية، كان تيبريكو لي شي حاجة ما بقاش، هنا كنوليو نقولوا داك لو ميساج اليومي مع المواطنين ديال اللي عنده لا سينيسيس يعاون شوية والآخر شوية مور راميد، هذو كنحاولوا نخلقوا واحد امكانيات ماديه وكنعاونوا حنا كاعضاء اللجنه وكنحلوا المشكل هذا من بين العراقيل اللي كنا تنلقاو. كاين مشكل اخر اللي مرتاح من الفرصه الى سمحتوا لي، انني نوجه نداء للشباب خاصه في الدعايه، باش نخرجوا للدعايه مثلا والتوعيه، كنلاحظوا مجموعه ديال الشباب مازالين تيخرجوا للشارع، بمعنى الحجر ما تيطبقوش، كتلقى بزاف الشباب ما دايرينش الكمامة بالتالي ومتقاربين ما تيحترموش المسافة، بالتالي هذيك المناعة ديال الجسد ديالهم وديك الروح الشبابية والفكر الشبابي تيخليهم أنهم شي شوية يزعموا وتيقولوا ربما واقيلا كورونا ما كايناش ربما هذه الكتاب ربما، ولكن عشنا واحد الإكراه ديال أننا واحد الحالة كان مشبوه فيها والحمد لله أنها ما كان والو، كان غير سيدة توفي لها الجنين في البطن ديالها وقعت لها حرارة وكان شوية شي أعراض، ولكن الحمد لله أنها ماشي كورونا، الشباب حسيت بهم في ديك اللحظة بالحي لأنها كانت في واحد في المنطقة،
حسيت بهم انهم شويه صغار، ولكن داز ايام اخرى شويه ولا الشباب تيخرج خاصه في رمضان. نعم انا كنوجه النداء ديالي لجميع الشباب انهم اذا كان عندهم اكراه بالخروج على الاقل يحتفظوا المسافه، انا ما ترخصش لهم يخرجوا. والقاعدة الثابتة اللي هي القانونية ما يخرجش الإنسان مصلحة ديالو عائلته الوطن، لأنه يعني يمكن يدخل ميكرو العائلة اللي هي شهر ولا ما عرفتش شحال وهي جالسة في الدار ما خرجاتش، سيرتو الناس الكبار أو ذوي الأمراض المزمنة هذه الحويجات شوية صعبة. هذا هو اللي كاين إكراهات بحال هذا الشكل، ولكن كنتغلبوا عليها التضامن والتدافق الجهود ديال الأعضاء باللجنة، كلشي كيساهم ماديا ومعنويا فكريا، وكنناقشوا وتنخرجوا بحلول ومقترحات اللي قدينا عليها تنديروها، اللي ما قديناش نخليوها المرحلة الجاية ونجدوا ليها، ولا غادي بشوية بشوية. نعم. غادي مع الظروف اللي كتبني عندنا الحياة اليومية. مثلا في قول الصباح واخا تنديروا برنامج يقدر يتبدل، أي برنامج قابل للتغيير. شنو المبادرات اللي كتقدموا بها لمواجهة فيروس كورونا؟ المبادرات اللي تنقوموا بها هي مبادرات اللي في السقف ديال العمل الجماعي، لأن هنا كتولي عندك شريك، تتولي المجتمع المدني تولي شريك في العملية العامة ديال محاربة كورونا. تالي من موقعه كمجتمع مدني كيقدر يقوم بمجموعة مبادرات إنسانية واجتماعية كما ذكرت من قبل، وكذلك معنوية. مثلا على المستوى الانساني المعنوي زرنا الناس ديال الحي ديال افكا واطلس اللي كان عليهم الحجر. النهار اللي تفك الحجر مشينا درنا زياره بالسياره للجماعه، وهنا كنفتح القوس كنشكر الجماعه على الدعم ديالها بالسياره والبنزين ديال السياره، وتنحيي جميع السائقين ديال الجماعه وجميع الموظفين اللي تيخدموا في هذا الوقت ديال زمن كورونا، لانه ظروف صعبه ومارسوا العمل ديالهم، تحيه لكم. درنا زياره لذاك الحي، رفعنا المعنويات ديال الساكنه، خاطبناهم، تباشروا معنا من الشباب من السراجم حدا باب الدار، كتلقى واحد 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 واقف. كانت واحد اللقاء انساني ايجابي، فرحوا اننا مشينا باركنا لهم ان الحي ما بقاتش حتى ديك الحاله اللي كانت هي السيده هي والوليدات ديالها، انهم تشافوا. وهذا جانب، الجانب الثاني هو من ظهرت الحاله الثانيه ديال الدكتوره اللي في مستوصف الشهداء المنطقه ديال بامجوج، النهار اللي باشروا العمل كنا على اتصال معهم من اللحظه اللي هزوهم يديروا التحاليل في المستشفى الادريسي، كنا على اتصال مع الماجور الاخت خديجه الخياقي تنحييها من هذا المنبر، وكانت تعطينا اخبارهم ترتاحوا عليهم حتى النهار اللي خرجوا، مشينا درنا لهم زياره كذلك جميع اعضاء اللجنه كما درنا في الاطلس في حي الاطلس، درنا لهم زياره جماعيه وهنيناهم بالمناسبه واقتسمنا معهم لحظات ديال الحب والاخاء والتواصل، وزرعنا فيهم الامل ديال الاستمرار في الامل، وهنيناهم وتمنينا وعدناهم اننا نقوموا بزياره ثانيه ان شاء الله من تخرج الدكتوره هي والابن ديالها، وتتمنوا لهم الشفاء العاجل. هادو بعض الانواع ديال المبادرات، وكانت مبادرات اخرى على مجموعه المستويات كما قلت لك. مشكورين السيد عربي الدوش على المجهودات الجباره اللي كتقوموا بها. بغيناك تعطي واحد الكلمه اخيره للمغاربه داخل وخارج ارض الوطن. الرساله اللي ممكن نوجهها هي الطاقم ديال البرنامج او القناه ككل، جميع العاملين في قناه اخبار الفجر المغربيه، وكذلك الجنود الخفاء اللي كيشتغلوا في الحلقه هذه او البرنامج هذا. الرساله الثانيه اللي نوجهها للمغاربه كاملين داخل وخارج الوطن، اننا نثبتوا بالقيم المغربيه ديال التآزر والتعاون والتعاضد ما بيناتنا، شيء عون شيء، لان هذه مرحله ديال الازمه اللي تعيشها كل شيء، ممكن تكون تفاوتات ما بيناتنا، اللي عنده شويه يعطي الاخر وكل واحد يعاون واحد، ممكن تمر هذه الازمه هذه، راه حرب مع عدو ما تيبانش، بالتالي اننا خصنا نتعاونوا على هذا العدو لانه هو تيفتك بكل شيء، ما تيفرقش ما بين الواعي واللي ما واعيش واللي قاري واللي ما قاريش والغني والفقير، ما تيعرف حتى شي حاجه. هذا فيروس اللي ممكن اي دار تلقاها مؤهله وخارجه وكتسناه غادي يصادفها، ويمكن اللي خطير اننا نطوروا داك الشيء وندخلوا قنصب قنابل موقوته في البيوت. هذا هو اللي خصنا نحتاطوا منه، نزيدوا الاحتياطات ما يخص كاع جميع الاجراءات اللي تتقول تتمني معنا وزاره الصحه،
ولا وزارة الداخلية، لأنهم حاليا هما اللي كيخرجوا بلاغات وبيانات توضيحية للمواطنين. هاد التوجيهات هادي نلتزموا بها أكثر باش يمكن نخرجوا من هاد الأزمة بأقل الخسائر. بغيت ندير واحد التوضيح إذا سمحتي لي الأخت مريم، وسمح لي الطاقم البرنامج الجريدة المجلة بليتو، أنني نوضح لخوتي المغاربة وقنيطريين المغاربة أن هذه اللجنة هذه هي لجنة مستقلة عن أي تيار سياسي ولا حزبي ولا نقابي ولا شخصي ولا ما تابعه حتى شي حد. هي مكونة من جمعيات المجتمع المدني في منطقة العلامة والرابع. ثانيا هي ديمقراطية دايرة عمل لجان والهياكل واللجان تيشتغلوا بشكل ديمقراطي، كتخذ القرارات فيها بديمقراطية إما بالنقاش والتراضي أو باستدعاء الأمر حتى التصويت. كذلك هي جماهير لأنها مفتوحة، ما عندهاش واحد الخصوصية ديال الفئة المثقفة ولا جميع المواطنين وجميع جمعيات المجتمع المدني، وأي واحد يمكن يقدم واحد الخدمة في السياق وفي برنامج محاربة كوفيد 19 المعروض بكورونا، مرحبا به في هذه اللجنة هذه. وشكرا لك بزاف مريم، وشكرا للطاقم البرنامج مره اخرى. شكرا للجنه المحليه لليقظه والتطوع في شخصكم بعرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابونا في لاشين يوتيوب. فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.